هاي يا حلوين، كيفكن؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكون بخير وسلامه. جايز جايز، رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم كتير تحدي. اي بس ستيلا رقصتي كتير، صرعتينا. كيف بدي احكي ستيلا؟ شو ايدي؟ الشيرين رح تضحك. جايز رح تعبي للبنايه. عنا هلا ساعة 2:30 ونص، النص الليل بدها تصير الصبح قربت والكل رايحين فيها، وستيلا عقلة مو براسة ورايحة فيها. جايز رح نعمل اليوم كتير تحدي قوي. التحدي هو تحدي الكاسة بالمي، بس رح نعمل بالعكس. أربع بنوتات وأندرياس معنا، رح نعمل مين اللي بده يعبي الكاسة وراح يغمضوا عيونهم. شو ما تقولوا؟ حطوا لايك و... حطوا لايك واشتركوا بالقناة. جايز تحدينا كتير روعة، بجنن، بيعقد، بيسلي. رح تنبسطوا معنا. رح نبدأ هلا بالتحدي ورح تشوفوا شو رح يعملوا البنوتات، لأنه رح يغمضوا عيونهم. هلا الكل رح يغمض عيونهم. الكل رح يغمض عيونهم ورح نشوف النتيجة. مين اللي تربح بالتحدي؟ ما بعرف مين البنت، مين الشاب اللي رح يربح بالتحدي؟ ما رح أعرف. الشاب الحلو، الحلاوة اللي عندكم، أخوك الصغير، أخوكم أندرياس. شو نسيتوا أخوكم؟ شاب وزلمة، زلمة شاب. المهم أبضاي، يا هلا يا أندرياس، نورتنا اليوم. يلا يا اندرياس، بوصل لكل المتابعين. جايز خلي المشاهده للاخير، اشتركوا بالقناه وحطوا لايك. اوكي جايز، نتمنى انو تدعموا قناه تحديات رانيا كرمال البنوتات الحلوين اليوم عم يتعبوا حالهم، وانتم كمان عم تتعبوا معنا. ونحن مع بعض رح نضل عيله دايما، وباليوتيوب نتمنى انو نضل طول العمر ان شاء الله، ويتحقق كل احلامكم. سلامنا للكل، واكتبوا لنا تعليقات حلوه ومحترمه مثلكم. ورح ندخل بالتحدي جايز وشوفوا النتيجه. النتيجه اللي بتعبي الكاسه الاخير هي اللي رح تربح، مو اللي رح تخسر. عم نعمل بالعكس نحن. يلا هلا غمضوا لي عيونكم ونشوف النتيجه. جايز البنات جهزوا نفسهم حالهم، ورح نشوف كل وحدة اخذت كاسة مي، والكاسة اللي على الطاولة ما فيها مي. اندرياس يا ملعون، يا مشاغب، يا مشاغب يا اندرياس. بنات انا بدل ما انتم ما بتشوفوا، انا رح اعمل كل اسماءكم مرة مرة، وانتم بتحطوا المي. اوكي، يعني من وراي لا تعملوا اي شيء. رح نبدا. اندرياس من فضلك. لا انا ما سميت اسمك. لا اندرياس، اندرياس من فضلك، من فضلك. شو انت عم تشوفي ستيلا؟ عم تقولي لا لا، عم تخشي معنا شيء انت؟ لا عم بفتح. متاكده؟ ايه. اوكي رح نبدا مشان تكون سهله. من وين بنبدا؟ من عند انجلينا ولا من عند اندرياس؟ من عندي. لا ما بصير من عندك انت، بالنص. خلص اندرياس يلا. يلا تفضل، يلا تفضل اندرياس. 3 2 1 ليتس جو. شوي ها مشان لا تحط كثير. يلا اوكي بكفي بكفي، بس خلص مجرد نقطة. شيرين ندوش اخر مرة. ها انا ما سميتك اسمك وانتي عملتي، رح ازعل منك تاني مرة. اوكي هاي تاني مرة عم تعملي فيني هيك، انا رح ازعل، الماما رح تزعل بعدين. يلا يا ستيلا انتي لدورك. واو برافو انجلينا. طرلالا اندرياس، شو عم تعمل اندرياس؟ ليش فتحت عيونك؟ يغشاش. يلا ممكن ممكن يتفضل. شيرين واو. ندرين ستيلا، يي عبيت الطاولة. انجلينا
ياي راحت كلها. يلا يا اندرياس، واو برافو. يلا يا شيرين، يا عبيت الطاولة. ندرين، واو. ستيلا، انجلينا، ليش عم تضحك؟ واو، عم نسمع الصوت ما عم نشوف. اندرياس، واو. هدوا هدوا هدوا، انتوا عم تستعجلوا. ها استعجلوا، هدوا شوي 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 شوي، حطوا بشوي. استنوا 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 علي، لا استعجلوا، تفضلوا. يلا يا شيرين، ندرين بكيفي بقى، ما لا تكتروا المي كتير مشان تيجي الدور. ستيلا، دوري. ايه عم تكتروا كتير المي، رح تعبي الكاسة صارت. ستيلا، شو؟ احس مية عم تجي، ما في شي. انجلينا دورك، ممكن شوية تبعده مشان انجلينا. انجلينا، واو. انجلينا عم بتشوفي شي انتي؟ لا ما بشوف. كم هاي؟ شلون عرفتي؟ ما شاء الله، احساس. يلا يا اندرياس دورك شوي. يا اندرياس بعدين تخلص كاستك، كاستك ها؟ اوكي بكفي. يلا يا شيرين، رشيتي على الكل المي. يلا يا ندرين، يلا يا ستيلا، مالكم خايفين؟ ما عم تحكوا وينكم؟ حطيت. هاي شفتوا شفتوا الطاولة كيف صايرة؟ عبوا المي كله. يلا يا انجلينا، ما تغش انجلينا. يلا دورك، كبيتي؟ كتيتي المي بالكاسة؟ كتيتي؟ ايه بس ما سمعنا اي شيء. شو عملتي يا انجلينا؟ بعدين تخلص ميتك ما بتفوزي، اللي تخلص ميتها تخسر. شو؟ انا قلت لكم اندرياس عيونك ليش عم تبين؟ شو؟ جايز شو ده، هذا خشاش، شو ملعون. يلا يا دورك يا اندرياس، طبعا اللي راح تطلع من اللعبه، اللي تخلص كاستها تطلع من اللعبه ما بتفوز. يلا يا شيرين دورك. دوري بو، ايوان جن الدوشه دورك. ما بخلص ماي. لا شو عم تعملي ستيلا؟ عم تحطيني على ندرين شو؟ جايز جايز متابعينا، ندرين شو عملتي؟ كيف بتعرفي هذا الشيء؟ لا ندرين كيف بتعرفي هذا الشيء؟ حسيت ستيلا كانت، حسيت ايدها وهي عندي، حسيت ايدها عندي ليك، حسيت شو؟ لا 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 ماني غشاشة بس عم بحس، ما عندك حساس. يلا يا ستيلا، يا عملتي مو غزت. يلا يا انجلينا، اندرياس انت شو بدكم من اندرياس؟ انا بعرف يغش. يلا يا انجلينا، بدي اسكر عيونك. اندرياس مين مريا اكثر؟ يا 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 مين مريا اكثر؟ اندرياس، واو. شيرين، ترى لا لا. ندرين، حطيت. حطيت كذب، ما اجى الصوت. انت دايما بتعرفي تحطي المي بالكاسه، معناتها عم بتشوفي شيء. عم شوف غشاشه. انا بشوف، وانا قدام بحس انه الكاسه. بتحسي؟ ايه. وكل عم شيرين شو عم تعملي؟ عم بسمع صوتها. انا دوري. ليش فتحة عيونك شيرين؟ لا دور مين؟ دور مين؟ شيرين فتحة عيونها. شيرين وينك؟ نعم سكرت عينك هنا. يا شيرين يلا العبوا يا ستيلا. دوري. ايه دور مين؟ ستيلا سلام، تقطعي على حالك، على حالك. ايه تقطع على حال المي جايز. انجلينا دورك. انجلينا يا حرام، دايما قاسي بتحط بتكب على الطاولة، عبيت الطاولة كلها مي. شو اندرياس عم بتشوفها يا غشاش؟ خلاص
شوفي انا ما بشوف. شيرين شيرين بكفي يا شيرين، عم تغشي يا شيرين. شيرين شيرين عم بتغش جاي. شيرين كان غش انا كنت حطيتها سفناكي. يلا يا نادرين دورك، قربت تعبي الكاسة مي. ها هاي نادرين بحسها عم بتشوف جايز. وانا لانه انا كتير عم بعمل كتير رائعة. ستيلا ما شاء الله بتلعب لعب صافي. يلا يا ستيلا، انا لسه ممكن تقرب هون. حط صغير من انا كاسة. ستيلا الكاسة عندك ليش؟ جايز ستيلا عبت طاولة كتير 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 كتير. جينا دورك. يلا يا انجلينا، يلا يا انجلينا، يلا يا انجلينا، يلا دورك انجلينا. انجلينا يلا يا انجلينا. واو يلا يا اندرياس، يلا يا اندرياس لا تغش. يلا لا ما شفنا يعني المتابعين راح يشوفوا. ما شفنا حطيت النقطة نقطة بس. خلاص كيف غش ماما؟ ليش ما بتقولي لنا شيء عم تغش؟ خلاص انتو كمان حطيت. يلا ما حطيت، ما سمعنا شيء. حطيت اندرياس. حطوا نقطة نقطة بس، حط نقطة. يلا نقطة بتشوف كمان. خلاص حطيت. يلا يا شيرين. واو شيرين رح تقرب تعبي الكاسة. يلا يا نادرين. يلا يا استيلا. شو عم تعملي بايدك انتي؟ مش عم بخلص كثير. يلا يا انجلينا. هي الطريقه اللي حب تخلصي المي. لا جايز قربت انه نعبي الكاسه طبعا، وراح نبدا باندرياس هلا. مين هي اللي سيلا شو عم تعمل؟ ايه المرة ستيلا شافت والمرة كبت المي بالكاسة. غشاشة. ماما ما عم تفتح عيونها. ستيلا ماما عم تفتح عيونها. قولي حطوا لايك. لا انجلينا انا غشاشين مثلك. يلا دورك يا انجلينا. اوكي اندرياس دورك. اندرياس بيعرف مني عم بحس. اندرياس حطيت خلاص اتركوا له. اندرياس ما بيتمنى انه يخلص ميته، فهمتوا على شيء؟ واو شيرين ما بتصدق انت تعبي الكاسه مشان هي تربح. انتي حطي مدري عم بتشوفي شيء انتي منيح عم تعملي. ها غشاشه. شو غشاشه؟ ما ساوي شيء. لا وانتي كيف عم تشوفي؟ هي غشاشة طلعت ماما. لك انتي شيرين كيف عم تشوفي؟ لا شو عجينا شو؟ ايه ما تضربي ماما ما علي ستيلا. ستيلا لا ستيلا يا حرام عليها جايز. شفناها عم بق. لا لا شو عم تعمل؟ مو مشان قصة شوفوها عن جد يعني طلعوا عليها. يلا يا ستيلا خلصتي دورك؟ لا مدري ليش ميتك كتيرة ما بتخلص. انا طماعه. تاخدي لمين مية مين تسري؟ انا طماعه. ستيلا عم ستيلا لازم تنتبهي مامي. انت الكاسة قدامك بالنص، ليش دايما بتيجي عند فستانك وبتكبي المي لهالدرجه؟ عقلك مو براسك؟ لازم هيك التركيز عندك تكوني ذكيه. مثلي يا ستيلا يخسر. يلا يا انجلينا دورك ماميتو. جايز برايكم مين تربح؟ عمل ماما كلهم عم يغشوا. لا لا ما في حدا عم بيغش، حرام عليكي انتي اصلا انتي عم بتغشي. لا ماما انتي بتغشي ولا انتي عم تغشي. يلا يا اندرياس دورك. لا قربت تعبي الكاسة ورح نعرف النتيجة. يلا يا اندرياس دورك. لا تضحكوا
يلا شيرين. خلاص حطيت. اندرياس كم مرة بدك تغشنا يعني؟ واو نذرين. بارعة. دوري. ايه؟ بارعة كده فشالة. ستيلا فتحة عيونك انت شيرين شو هالغش شو هاللعبة لا ديا 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 سكروا عيونكم سكرنا هيك ما بصير سكرت انا رح نكمل هدوا هدوا يا حلوين يلا مو شرط تكتروا مي كتير فيكن تحطوا نقطة هيك بعدين تخلص مياتكن قربت على النهاية جايز ورح نعرف النتيجة مين اللي رح تفوز شارين شارين أجرينا صرت عم تخربط ايه ستيلا لا دوري شو دور يعني دوري يلا يا اندرياس هدي هدي اندرياس لا اندرياس حطيت لا مو حطيت خلاص كيف بدي هتعرفي خلاص لا 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 يا غشاشة فاتحة عيونك وعم تطلعي على اندرياس ليش عم تفتحي عيوني عفوا تفتحي عيوني عم تفتحي عيوني قصدي عم تفتح ليش عندي فتحتي كتير كبير؟ هاي يستاهل شيء. جايز هدول صاروا عم بغشوا ها كم ذا مرة؟ يلا يلا. يلا أدوري. لا تشربي مي. لك لا ستيلا ممنوع غش أنا بكب لك ها؟ يلا. ستيلا. جايز قربت قربت جايز خلاص حطوا يلا حطوا بسرعة بسرعة شو بسرعة بسرعة لك شيري خلص غمضي عيونك بنات حتى لهون بكفي اللي هلا هالمرة بتفتح عيونها تطلع من اللعبة دوري اندرياس انا قلت كل مرة بحكي اسماكم هلا انجلينا يلا يا انجلينا هدي ها يلا يا اندرياس دورك هلا اندرياس خلاص اندرياس لفت تطلع خلاص اندرياس فيك تحط نقطة نقطة بعدين عم بتشوف انت صار هلا كلياتكم عم بتشوفوا ما عم نشوف المي حطيت عبيتي الطاولة كلها كلها انجلينا دورك اصلا جينا مياطة خلصوا خلصوا لا عندك ضلت شوي يلا يا اندرياس اللي خلص ميته يطلع من اللعبة بيني هيا ندرين ندرين يلا يا ستيلا ستيلا شو عم تعملي ستيلا مو مشكلة ستيلا فيك تخصي ميتك شو عم تعملي يا ستيلا؟ عم حدا شربة شربة شو هي؟ أنا عطولي حتى الشربة شو شربة سيدي؟ دورك 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 ستيلا دوري أنا شو دوري؟ دوري يلا يا خلص ما يستيقى ستيلا ستيلا تطلعي من اللعبة تفضلي افتحي عيونك شو؟ يلا تعي لانجلينا قربي 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 خلينا نشوفك كمان ستيلا يلا يا انجلينا دورك خذي مياتك وطلعي خلاص والله ملعونة عم لسه من نقطة نقطة اندرياس دورك يلا خلص ميتك اندرياس نشوف المقارنة بين مين ومين رح تطلع والله اندرياس ملعون ما رح يطلع من اللعبة يلا شيرين يلا انجلينا يلا انجلينا
يلا يا اندرياس. واو اندرياس نقطة 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 نقطة. يلا يا شيرين. يلا يا ندرين. حطيت. انجليكا. في عندك انجلينا؟ ايه بس واحدة قطعة. اوكي يلا يا اندرياس تفضل. شو عم تقولي؟ هلا صرتوا عم بتعرفوا عم بتشوفوا انتوا شيء؟ انا بغش. واو يلا يا ندرين. ميتي. ندرين. انجلينا طلعي من اللعبة. يلا يا اندرياس قوم تعالى. دورك يا اندرياس. حطيت. لا 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 حطيت. تطلع من اللعبة ها؟ حطيت. تطلع من اللعبة ها؟ حطيت. لا 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 تقول والله. يلا يلا يا حلو. شو شيرين شو عملتي؟ طلع عندك؟ يلا يا اندرياس. اوكي يلا شيرين. ترا لا لا جايز. هلا المباراه بين اندرياس وندرين. تعال قرب يا اندرياس قرب قرب. يلا يا دو يلا يلا يا حلوين. يعني اندرياس بده يخسر. يلا دور اندرياس. انت كبيتي ماي ندوشه؟ لا. يلا دورك يا ندرين. يلا دورك يا اندرياس. اندرياس انت ما تحط شيء. لا حط اندرياس بلا. اندرياس دوري. اندرين عم بتشوفي انت الشيء؟ ايه خلاص بحس المي. طريقتك طريقتك مثل عم وحده بتشوف يعني ما في شيء. كل شيء عندك نظاميه بتشوفي شيء انت؟ احساس. ليش احساس؟ ايه انا عندي احساس عم ما عندي احساس. يلا اندرياس طلع. انت ليش عم حد ما شو هذا يعني؟ يلا يا اندرياس بالعكس اللي يحط مي ويكب اللي يكب مي هيدا رح تفوز. انتوا ليش ما بتعرفوا؟ انا قلت اللي بس المي انكبت رح تفوز. لك بالعكس انت ما فهمتوها؟ بالعكس ندرين ندرين كثير مذكية. لو كانت وحده بدل ندرين كانت تعبي المي كله وتقول انا فزت قبل اندرياس. اندرياس عن جد خلص دور اندرياس. اندرياس اندرياس اترك كل المي مشان انت تفوز. اندرياس انت لا دز 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 اندرياس. يا انا فزت مو خلص بعد بعد انا فزت. بس حسيت انت عم بتشوفي يا ندرين. ايه عم بشوف. لا يا ماما كيف بتعرفي انت فزت؟ ماما قلتولي هيك وحطيت كثير. تعي هدي هدي. لا تقولي انا ما خسرت يعني عم تعصبوني بزعل. اندرياس يا شاس العقاب. غمضوا عيونكم رح اعمل شيء لألكن ما رح تعرفوا بالاخير. بتفتح عيونكم بتشوفوا حالكم. يلا ستيلا ستيلا غمضي عيونك ماميتو. هلا بلا مزح وقت الجد جد وقت المزح مزح ما عم نمزح هلا. اوكي ليش انا البداية؟ الكل 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 ابدأي 3 2 1 جايز بعدين بتعرفوا. اوكي هلا اذا خبرتكم رح يعرف شو هي. خلص لا تحركي. خلص لا تحركي. لك لا طلع اسنانك. لك افتحي تمك. سلع يا مامي ممكن تعملي تمك نظامي نظامي نظامي. انت شوي كتري ندري من تحت. ليش هيك عم تعملي تمك؟ لا تحركي حالك. انت رسم ندوشه رسم بس لازم انت كبري. عملي فوق الشفايف مو عليها. هيك بكفي. هيك خلص علي. مامي لا تفتحي تمك السله مشان ما يصير شيء. محيتي كل ال
اندرياس وين هرب؟ هرب. جايز اندرياس هرب. هلا جايتكم لعندكم. استنى لا تحركي حالك ممكن؟ ندرين وين الرسمة؟ انت غلطتي يا ندرين. لازم كنت ترسمي. اوكي جايز انا رح اقرب شوي لعندهم ونشوف شو هي النتيجة. تفتح عيونك. افتحوا عيونكم يا حلوين. طبعا انتم ما بتعرفوا شي بعدين اذا بعد ما ممكن شوي. اندرياس اندرياس ستيلا لا ستيلا مو زيادة. اندرياس انجلينا ممكن انتي شو بدك من اندرياس؟ ما زيادة. شيرين رح اجي لعندكم رح اجي. شيري فرجينا شو شو عملنا بكحل ماي بس يا حرام لازم بس شيرين الوحيدة هيك عملتي فيها عم تنتقل لعندي عم تنتقل مني غريب بس افتحي عيونك ليش ما عم تفتحي عيونك انت كمان رجعت وجعني عيوني رح احكي لك شيء انجلي تعالي قربي اي دونت كير تعالي تعالي لعندي دمكم كلها كحل مائي اوكي جايز هيك وصلنا لاخر الفيديو نتمنى انه يعجبكم تم شيرين خاصة احلى تم لتم شيرين هيك بنقول يا حلوين يوم جديد اشتركوا بالقناة حطوا لايك باي ونريد عم تهرب شيرين بدها تجيلا باي باي.